فصل الديدان من قبل حوالي 6 مرات، هنقولها ايضا للمره السابعه والمره الثامنه النهارده ان شاء الله ان كان في وقت في البرنامج، فاتمنى من حضرتك المتابعه مؤقتا، يعني نقدر نعمل لهم النعناع والبردقوش والزعتر بكميات متساويه وندي لهم كوب بعد كل وجبه وكوبايه قبل النوم هتمنع الاعراض، ولكن الديدان خليكي معانا وتابعينا ان شاء الله هنقولها مع بعض. ايضا بتسال عن